مسائل في العقيدة. برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل في العقيدة من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان، تنفيذ مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن كيفية البدء بدراسة كتب العقيدة. وأما ضيفنا فهو فضيلة الشيخ هيثم ابن محمد جميل سرحان، المدرس بمعهد الحرم المدني سابقا، والمشرف العام على موقع التأصيل العلمي، والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وباسمكم فإني أرحب فضيلة الشيخ وأشكر له حسن استجابته لدعوة البرنامج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. الله يجزاكم خير، أسأل الله يبارك فيكم وفي جهودكم، ويبارك في هذه الإذاعة المباركة وفي هذه الجمعية وكل من ساهم في نشر العلم الشرعي. فضيلة الشيخ، في مطلع حلقتنا هذه نود أن تبين لنا وللمستمع الكريم أهمية دراسة العقيدة بالذات كعلم مستقل، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، ولا يمكن أن يدخل الجنة إلا موحد، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من بعدهم، وحتى لا نقع في الشرك وفيما وقعت فيه الفرق الضالة. ثم أي واحد منا لو جاء إليه سائل وقال له هل أنت مسلم، هل أنت موحد، لابد يقول نعم. فيسأل يقول ما هذا التوحيد الذي أوجب الله عليك، ما هذا الإسلام الذي تدعي؟ فإذا عرف التوحيد وعرف الإسلام بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذا معناه أنه موحد. وإذا كان لا يعرف شيء، لا يعرف إلا أنه مسلم فقط، كما يقال أنه مسلم ميم سين لام ميم فقط، ولا يعرف ما هو التوحيد ولا معنى لا إله إلا الله، ولا يعرف شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أنه عندما قال أنه موحد أو مسلم، هذه والله أعلم شهادة زور. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من شروط لا إله إلا الله العلم، العلم المنافي للجهل. فإذا كان يجهل ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لا تنفع. هذه أمور لابد أن يعلمها العبد المسلم، أنه لابد أن يتعلم التوحيد، ولابد، وبهذا يكون موحد، وسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، استقرار الأمن والهداية والطمأنينة وحلاوة الإيمان، تكثير الحسنات، تكفير السيئات، بل الثمرات لا نهاية لها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما هي المصادر التي يتلقى منها هذا العلم، علم العقيدة؟ الإشكال يا أخي في هذه الأيام أن أصبحت المصادر على ما يظن بعض الناس أنها هذه المصادر الحديثة التي هي يعني المواقع الإلكترونية والشبكات التواصل وغيرها، ولا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من الضلال، وحذر من الافتراق، وحذر من الفرق الضالة، وقال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المصدر، مصدر كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، هذه المصادر الحقيقية، المصادر الأصلية. لكن الآن يعني قد يقول بعض الناس أنه يعني يأخذ من هذا المصدر، لكن على ما يقال يعني من وراء الشاشة ومن وراء الجهاز وكذا، ولا تدري يعني ما المصدر، ما الأساس. ولا أعلم يعني أحد من العلماء تخرج من هذه المدارس، يعني من مدرسة الانترنت، من مدرسة جوجل، أبد. لكن لابد أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح، لأن العلم عبادة،
والعبادة لابد فيها من الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. ذكرت أحسن الله إليك أن من مصادر التلقي العقيدة القرآن الكريم، فيا حبذا لو بينا للمستمع الكريم أهمية أخذ العقيدة من القرآن، وأن القرآن مليء بالعقيدة وبآيات العقيدة. نعم، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال أن التوحيد لا تخلو منه آية، هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، لا تخلو منه آية، لأن القرآن على ما يقسم العلماء ما في القرآن إلى ثلاثة أقسام: توحيد، وهذا أشرف ما في القرآن ولا تخلو منه آية، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. الثاني ما يتعلق بالشريعة الأوامر والنواهي، والثالث القصص. فالتوحيد لا تخلو منه آية، فطالب العلم الأصل أنه يبدأ بحفظ القرآن على طريقة السلف الصالح، لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم بدأوا بحفظ القرآن، يحفظون في كل يوم، ثم ينظر في تفسير هذه الآيات، وهذا أمر سهل واضح عندنا، قد لا يأخذ من الإنسان 5 دقائق أو 10 دقائق في النظر في معاني هذه الآيات، من تفسير واضح مختصر، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، ثم بعد هذا يستعين بالله على العمل، وبهذه الطريقة قد يستطيع أن يحفظ القرآن في 6 أشهر، وبهذا يحصل أكثر العلوم. جميل. بعد ذلك أحسن الله عليك ندخل في بيان أهم متون العقيدة التي ينبغي للمسلم أن يطلع عليها وأن يدرسها. لابد يبدأ الإنسان أولا بالتوحيد قبل دراسة الفنون الأخرى، يعني قبل دراسة علم الأصول وعلم النحو أو الفرائض أو ما إلى ذلك، يبدأ بالتوحيد أولا. ولابد أن يعلم الطالب أنه طالب يرجع إلى أهل الاختصاص، كما أن الطالب مثلا في دراسة الطب يرجع إلى أهل الاختصاص ولا يدرس على ما يحب، فيرجع الطالب الآن في دراسة التوحيد إلى أهل الاختصاص. رجعنا إلى أهل الاختصاص قالوا لابد أن يبدأ الطالب بالمختصرات قبل المطولات، يبدأ بالمتون العلمية، ولأنها جمعت أشياء متفرقة كثيرة بكلام مختصر واضح أوصى بها العلماء رحمهم الله تعالى. ومن هذه المختصرات المتون المهمة 3 أصول وأدلة للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم بعد هذا يثني بالقواعد 4، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه أهم المتون المختصرة، هل لكم أن تشيروا إلى كتب موسعة في العقيدة؟ الإشكال عندنا دائما الطالب يريد يبدأ من آخر السلم ولا يبدأ من أول السلم، عندما ينصح بدراسة 3 أصول أو القواعد 4 وكتاب التوحيد، البعض نسأل الله لنا وله الهداية يتكبر على العلم والعلماء، يقول لا هذه الكتب يعني لا تصلح لي، أنا طالب ومجتهد وكذا، أريد أن أخذ من المطولات الحموية والتدمرية أو ما إلى ذلك، أو الطحاوية مثلا وكذا، ولا يدري أن هذه المتون بدأ بها العلماء وساروا على هذا الطريق، ومن طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. أحيانا قد ينصح بعض العلماء كما نسمع في بعض المحاضرات والندوات واللقاءات، يعني ينصح بكتاب مثلا من المطولات، ويأتي هذا الطالب ويرجع إلى هذه المطولات، وهذا يجعله يعني يتوقف عن طلب العلم. فالأصل أن يبدأ بالمختصرات التي أوصى بها العلماء. أحسن الله إليك، لعل هذه نصيحة عامة ليست خاصة بكتب العقيدة، أن الأصل في طالب العلم في أي فن من الفنون سواء العقيدة أو الحديث أو الفقه أو غيره أن يبدأ بالمتون المختصرة والكتب الصغار قبل أن يدخل في المصادر الموسعة لكل فن. هذا يعني الكلام لا شك فيه، وهذا بالرجوع لأهل الاختصاص. كذلك لو نظرنا مثلا في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 5 آيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من علق، لم يذكر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم مراحل خلق الإنسان، التعليم بالتدرج. ولهذا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه، رتب إليه ودرج طريقة الدعوة إلى الله، البدء بالتوحيد قبل الصلاة قبل كل شيء، بهذه الطريقة يعني يرتاح الطالب ويختم علم ثم ينتقل إلى آخر. ولهذا يعني قال البعض: وفي ترادف العلوم المنع جاء،
إن توأمان استبقا لن يخرجا. لا يمكن أنه يجمع بين أكثر من علم، يأخذ علم يحافظ عليه ويضبطه، ثم بعد هذا ينتقل إلى الآخر، وبهذا بإذن الله تعالى يخرج عالم. أما عندما يخلط ويجمع بين أكثر من علم يجد في النهاية أنه لا شيء. هذه وصية مباركة في لطالبة العلم في التأصيل العلمي وكيفية السير، نسأل الله أن ينفعنا جميعا. آمين. فضيلة الشيخ، بعد ذلك ما المراحل التي ينبغي للطالب السير عليها في دراسة هذه المتون، في دراسة العقيدة مثلا الذي ذكرتم ثلاثة الأصول، قواعد الأربعة، كتاب التوحيد، عقيدة الواسطية، ما هي المراحل المرحلة مرحلة توضيح للطالب كيف يسير حتى يضبطها ويتخرج منها إلى ما هو أكبر؟ المرحلة الأولى كما ذكرنا يبدأ بالتوحيد، وفي التوحيد يبدأ بالأصول الثلاثة، يأتي إلى المتن، هذا المتن المبارك متن ثلاثة الأصول. ماذا يصنع؟ أول شيء يضبط قراءة المتن ويصحح المتن على شيخ متقن إن استطاع ووجد، وإن لم يجد الحمد لله الأمور الآن متوفرة، بل يعني يقول البعض أننا في هذه الأيام ولله الحمد توفرت لنا أسباب والله لم تتوفر للإمام أحمد رحمه الله تعالى. كذلك وقال أنه لا يوجد الآن يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه الله أعلم فتح الله عليه في باب وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. بعد هذا، بعد ضبط المتن قراءة وتصحيح هذا المتن على شيخ متقن، سواء كان يعني بالسماع أو بالقراءة أو بما بهذه الوسائل المطورة ولله الحمد والمنة، بعد هذا يبدأ بحفظ المتن. لا بد من الحفظ. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا، احفظ فكل حافظ إمام، وغير هذا. لكن لا يعني هذا أننا نحفظ بلا عمل. لابد أن يجمع المسلم كما يقرأ في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، ويخالف صراط الذين غضب الله عليهم والذين ضلوا. بماذا؟ بأن يتعلم ثم يعمل بهذا العلم، ثم بعد هذا يدعو ويصبر على العلم أولا، ثم على العمل ثانيا، ثم على الدعوة ثالثا، وبهذا بإذن الله تعالى يثبت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات. هذا الأمر الذي يعني يبدأ به الطالب، حفظ هذه المتون المختصرة الواضحة. الحفظ والله له ثمرات كثيرة، منها الاستدلال على المخالف في كثير من المسائل. لو طلب من إنسان إلقاء كلمة محاضرة فماذا يصنع؟ أحيانا قد يحتار ويقول لم أحضر وكذا. فلو حفظ الطالب مثلا هذا المتن، متن ثلاثة الأصول، وطلب منه إلقاء كلمة، يلقي كلمة مختصرة واضحة، أدلة من كتاب والسنة، في الغالب أنه لا أحد يعني يستدرك عليه أخطاء أو ما إلى ذلك. قد كما يعني كان في بعض المسابقات طالب قام في هذه المسابقة وألقى أول متن العقيدة الواسطية، اختيرت هذه الكلمة ضمن الكلمات التي هي يعني استحقت هذه الجائزة، مع أن الكلمة هذه ليست له، لكن كلمة منسقة مرتبة. كذلك الآن لدينا كثير من المسائل تجدها متفرقة ولكن جمعت بهذه المتون العلمية. نعم. إذا المرحلة الأولى تصحيح المتن، قراءته على شيخ متقن. نعم. ثم بعد ذلك الحفظ. نعم. ثم بعد هذا لابد من مجالسة العلماء الربانيين، كبار العلماء. فمجالسة هؤلاء لها فوائد كثيرة، والأصل على ما نعلم من مجالسة الكبار والأخذ عن الكبار والتلقي عنهم، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، سأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وياكم منهم. لأننا الآن في هذه الأزمنة وجدنا أن كثير هداهم الله سبحانه وتعالى في يوم وليلة قال عن نفسه أنه عالم، وعندما تسأل عن المتون لا يحفظ شيء. مجالسة العلماء لا يعرف أحد منهم أصلا، ولم يجلس قط في مجلس من مجالس العلماء. كان الواحد من السلف يأتي للعالم ويلازمه ويأخذ منه العلم، ثم بعد هذا ينتقل إلى عالم آخر حتى يتمكن من هذا العلم ويجاز فيه. فلا بد من الجلوس عند العلماء، وبخاصة الدروس اليومية المستمرة. أما أن يأخذ الطالب درس واحد في الشهر أو في الأسبوع هذا لا يصلح. لا بد أن يكون للطالب حظ في كل يوم، يعني لا ينقطع عن الدرس أبدا، كما ذكرنا في الحفظ أنه يحفظ في كل يوم كما كان عليه السلف الصالح.
يأخذ من العالم ثم يضبط هذا الذي سمع من هذا العالم بالمذاكرة مع زملائه. وهذا الأمر كان عليه السلف، كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتذاكروا العلم فيما بينهم. فأنت الآن تتذاكر مع إخوانك، مع أهلك، مع أصدقائك، مع زملائك في العمل، وبهذا يعني انتشر العلم، لا يكون العلم فقط محصور على من هم في المساجد. جميل، بارك الله فيك. ولعلنا نشير أن قد يوجد في بعض البلدان من يندر أن يدرس مثل هذه المتون، أو قد يكون إنسان في مكان بعيد عن العلماء. نحن الحمد لله في هذه البلد الله الحمد يعني ينتشر علماؤنا ومشايخنا، فيستطيع الطالب أن يأتي إليهم. لكن ماذا تقول بارك الله فيك لأناس ربما تكنوا في بلدان ما يجدون العلماء أو ما عندهم القدرة للوصول إليهم؟ دائما إذا وجد إشكال عند الطلاب الأصل أن يرجعوا إلى كبار العلماء ويستنصحوهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هل معنى هذا الذي خارج هذه البلاد المباركة لا يطلب العلم، لا يستمع للعلماء، يخرج عنهم وعن طريقهم وكذا؟ لا، الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله. تخرج علماء وهناك أئمة، بل بعض علماء هذه البلد المباركة تلقى العلم وأخذ إجازات وأسانيد وعلوم ممن هم خارج هذه البلاد. فماذا أصنع إذا كنت أنا خارج هذه البلاد؟ ماذا أصنع؟ لا يوجد لدي عالم، لا أستطيع مثلا الحضور في مسجد، لا توجد محاضرات أو أشرطة أو كذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أستطيع بهذه الوسائل الحديثة ولله الحمد أن أحفظ وراجع، بل أستطيع والله أعلم أن أدرس على كبار العلماء. أأتي بالشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عندي في بيتي، متى شئت أن يتكلم يتكلم، أن يراجع لي كذلك، وأستطيع بهذه الطريقة أكون من طلاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى حتى بعد موته. بعض الطلاب هدانا الله إياه يظن أن مثلا المدينة أو الجامعة الإسلامية كالجهاز، يدخل من ناحية جاهل ويخرج من الناحية الأخرى يخرج عالم، يظن هذا ويقول أنا لا أستطيع أن أطلب العلم في بلدي وكذا، لابد أن أكون في مكان كذا ويدرسني فلان وأدرس كتاب كذا وكتاب كذا. لا يا أخي، أنت الآن في مكانك، الله سبحانه وتعالى يحاسبك على هذا الذي أنت عليه. أطلب العلم وادعو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفتح عليك. والذين جاهدوا، هذا الشرط الأول، يعني بذل غاية الجهد. الثاني فينا، أي إخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم جاء الوعد من الله سبحانه وتعالى، لنهدينهم، أي والله لنهدينهم. الهداية من الله سبحانه وتعالى. ارجع إلى أهل الاختصاص وكن على ما أنت عليه الآن من الاجتهاد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، يفتح الله عليك. وكم من علماء فتح الله عليهم بهذه الطرق ولله الحمد والمنة. أما أن يرجع الطالب إلى ترك العلم، ترك العلماء، مجالس العلماء، ويرجع إلى من هم على ما يقال أنهم حتى لا يعرف لأحدهم اسم الله، من وراء هذه الشاشات، من وراء القنوات وكذا، هؤلاء لا يصلح يأخذ العلم منهم، الله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، ما هي أول المتون التي نصح بها العلماء يبدأ بها الطالب في دراسة العقيدة؟ ذكرنا أن متن ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. حدثنا عن موضوع الكتاب، عن ماذا يحتوي، ما هو موضوعه الأساس لهذا الكتاب؟ قد بعض الطلاب لا يعرف الكتاب، في منأى بعيد يظنه كتاب كبير، ما يدري ما هو محتواه وموضوعه. لابد أن الطالب كما نصح العلماء رحمه الله تعالى أنه أي كتاب تقتنيه، أقل ما يقرأ في هذا الكتاب تقرأ المقدمة والفهرس. بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التأليف، وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب، لأنه قد تبحث عن أشياء هي لديك في بعض الكتب وأنت لا تدري عنها. هذا أقل ما يقرأ في الكتاب، المقدمة والفهرس، هذا ما نصح به العلماء رحمهم الله تعالى. أي كتاب نريد أن نحفظه أو ندرسه أو ما إلى ذلك، نعرف محتوى الكتاب. كذلك حتى الآن في قراءتنا للسورة القرآن، يعني لابد تعرف موضوع هذه السورة، على ماذا تحتوي هذه السورة إجمالا، وبهذا يعني تستطيع أن تستشعر، تستطيع أن تخشع، تتلذذ بسماع القرآن. الآن مثلا يعني كم نقرأ سورة الفاتحة، على ماذا تحتوي هذه السورة؟ يعني البعض قد تذكر له ما تحتوي هذه السورة ويستغرب، يقول لا
لا يوجد هذه الأشياء فيها، مع أنها موجودة ويقرأها في كل يوم. التوحيد، أنواع التوحيد الثلاثة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السلف الصالح، التحذير من الفرق الضالة، فيها الجنة والنار. أيضا فيها، حتى يستغرب البعض، فيها الإشارة إلى خلافة الصديق رضي الله عنه، وغير هذا أمور كثيرة. لابد أننا نعرف محتوى هذه الكتب، وأهم ما يكون كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد هذا، الأصول الثلاثة تحتوي على، والله أعلم، أمور خمسة، أو نستطيع أن نفهرس هذا المتن المبارك إلى خمسة أقسام. القسم الأول المسائل الأربع، وهذا المسائل الأربع في سورة العصر: العلم والعمل والدعوة والصبر. أما القسم الثاني هي المسائل الثلاثة، والمسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. القسم الثالث هذا يكرر المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أكثر مؤلفاته، ذكر هذا القسم هنا في الأصول الثلاثة، وكذلك في القواعد الأربع، وفي كتاب التوحيد، وفي كشف الشبهات. دائما يركز على هذا الأمر، لماذا ندرس التوحيد، أهمية دراسة التوحيد. هذا هو القسم الثالث من أقسام هذا المتن المبارك. القسم الرابع وهو الأصل، وهو أطول قسم في هذا المتن المبارك، شرح الأصول الثلاثة، وهي أسئلة القبر. لأن بعض الطلاب هدانا الله إياه عندما يسمع الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول، لا يدري ما هي، هي أسئلة القبر. ثم بعد هذا القسم الخامس وهو الأخير، الخاتمة. نعيد هذه الأقسام الخمسة لو تسمح لي. تفضل. القسم الأول المسائل الأربع، سورة العصر: علم وعمل ودعوة وصبر. القسم الثاني المسائل الثلاث، وهي غير الأصول الثلاث، وقد نختصرها بأن المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، وأن الحجة قامت علينا بإرسال النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، بالعبادة، بالعبودية. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله، وتكون بالقلب واللسان والجوارح. أما القسم الثالث من أقسام هذا المتن المبارك، لماذا ندرس التوحيد، أهمية التوحيد. ثم القسم الرابع وهو الأصل، شرح الأصول الثلاثة، أسئلة القبر باختصار، ثم بعد هذا الخاتم. بهذا نعرف محتوى الكتاب، لأنه بعض الطلاب هدانا الله إياه يأخذ هذا المتن ويقلب فيه، ثم يقول هذا المتن ماذا فيه، أستطيع أن أؤلف أحسن من هذا المتن. أمر عجب. لماذا لم يصنع هذا الأمر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، مع أنه هؤلاء نحسبهم كذلك، والله حسبهم ولا زكى الله أحدا، يستطيع أن يؤلف مثل هذه الكتب أو أحسن. لماذا نصحوا ودرسوا هذه المتون؟ لأنه عرفوا أن هؤلاء لهم سابقة في العلم والفضل، وأن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الأجور حتى بعد وفاتهم رحمهم الله تعالى، وهذه طريقة سار عليها علماء السلف، فلا بد أن نسلك هذا الطريق حتى يجعل الله سبحانه وتعالى في علمنا البركة. جميل، أحسن الله إليك. يعني فهم من كلامك أن المسائل الأربعة في أول الكتاب، وكذلك المسائل الثلاثة، أنها من الأصول الثلاثة وليست كملحق بها. نعم، ليست كملحق بها، وسيأتي هذه الأمور تأتي بإذن الله تعالى في شرح هذا المتن المبارك. مثاله ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، ذكر في كتاب الجهاد أن الجهاد على أربعة أقسام. القسم الأول وهذا الذي لابد يبدأ به كل أحد إذا أراد أن يجاهد، يبدأ بجهاد النفس. كيف يجاهد النفس؟ يجاهد النفس أولا بالعلم، يتعلم، وإذا تعلم لابد له أن يعمل. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هتف العلم بالعمل فإن أجاب ولا ارتحل. وهذا الذي فيه الإشكال. وأول من تسعر بهم النار نسأل الله عليه والسلام ثلاثة، منهم عالم تعلم العلم ولم يعمل به. بعد هذا لابد له من الدعوة، أن يدعو إلى هذا العلم الذي تعلم وعمل به. ثم بعد هذا لابد له من الصبر، يصبر أولا على العلم، لأن هناك أناس لا يستطيع الصبر على الحفظ ولا على مجالسة العلماء، يريد فقط أن يخرج في عمليات انتحارية وما إلى ذلك. طيب، هل تعلمت إلى ماذا تدعو الكفار؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ إلى الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ تجاهد هؤلاء على الصلاة، الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة، هل أنت تصنع هذه الأمور أم لا؟ فلا بد أن نعرف هذه الأمور قبل الخوض في الآخرين. يعني عندما يأتي الواحد ويريد أن يجاهد الكفار، نقول طيب، الجهاد الآن له مراتب، والجهاد لابد له من شروط وأركان وواجبات، ولابد تنتفع عنك المواني حتى يكون هذا الجهاد صحيح. هذا في كل عبادة من العبادات،
حتى في الجهاد حتى في الجهاد. جميل، جزاك الله خيرا. لعلنا نختم حلقتنا هذه ببيان أهمية الكتاب ولماذا جعلناه هو الأول في دراسة علم العقيدة. أولا لابد يعلم الطالب أنه طالب، ليس له أن يقدم ويؤخر على ما يحب، لابد من الرجوع إلى العلماء الربانين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. العلماء رحمهم الله تعالى هيئوا لنا وذللوا لنا هذا الطريق، إذا سلكنا هذا الطريق على ما نصح به العلماء وصلنا لما وصلوا إليه. أما أننا نبدأ بطريقة جديدة ونخالف هذه الطريقة كما يصنع البعض اليوم بالتلقي عن الانترنت وعن هذه المواقع، هذا لا يمكن يخرج طالب. كذلك لابد في تقديم الكتب الرجوع إلى المتون التي وضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض، كثرة الشروحات، عناية العلماء رحمهم الله تعالى. الآن إذا أردت أن أحفظ متن من المتون أو أدرس هذا المتن، لا يمكن أختار متن لا توجد له نسخ في هذه البلاد. الآن في أي مكان ولله الحمد في العالم تجد هذه المتون موجودة، تجد من يشرح هذا المتن، تجد من يحفظ هذا المتن، وهذا مهم جدا عند بعض الطلاب اليوم في بعض المناطق، يحفظ متن لا توجد منه نسخة أصلا، مكتوب بخط اليد أحيانا تجد. طب لو ضاع منك هذا، من يشرح لك هذا المتن؟ لابد أن تبحث عن المتون التي وضع الله سبحانه وتعالى لها القبول في الأرض، متون نصح بها العلماء. ثم هذا المتن المبارك في الحقيقة لم يذكر مسألة في هذا المتن إلا مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة. ثم اعتناء المؤلف بالدليل هذه يعتبر لا شك ميزة عظيمة، عقيدة هذه ما تحتاج إلى آراء. بل في كتاب التوحيد لم يذكر شيء من كلامه، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة. ثم هذا المتن متن سهل واضح، بل الأصل في هذا المتن أن المؤلف رحمه الله تعالى وضع هذا المتن يدرس للكل، يجب على كل مسلم، يقول ومسلمة يعني على الكل، واضح سهل لا يحتاج إلى تكلف في شرحه وغير هذا. جميل، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. أيها الأخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ هيثم بن محمد جميل سرحان، المدرس بمعهد الحرم المدني سابقا والمشرف العام على موقع التأصيل العلمي والداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، حيث حدثنا مشكورا عن كيفية البدء بدراسة كتب العقيدة، إلا أن وقت البرنامج لم يسع لإكمال الموضوع، فكونوا معنا في الحلقة القادمة لكي نكمل ما بدأنا به. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تبارك وتعالى، آملين اللقاء بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل في العقيدة، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيد.